تختلف الحيوانات بفصائلها وأحجامها وأنواعها المفترسة وغير المفترسة، ولكن الشيء الذي يجمع بين جميع الحيوانات هو أنهم جميعاً في حاجة إلى مساعدة من قبل البشر. ونحن هنا اليوم في هذا المقطع سوف نعرض عليكم بعضاً من الفيديوهات الرائعة التي فيها طلبت الحيوانات المساعدة من البشر، وتم تقديم المساعدة لهم بطريقة لطيفة جداً. ولكن قبل البدء، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. تفاجأ هؤلاء الأشخاص من أن هذا الفيل يعيش في هذه المنطقة، وبعدها تم تقديم المساعدة له ونقله إلى الملجأ لكي يستطيع المعيشة بين باقي أفراد الفصيلة الخاصة به. في بعض الأحيان من الممكن لجهد بسيط جدا أن ينقذ حياة كائن حي. كان هذا الدب يحاول البحث عن الطعام داخل هذا الوعاء، لكنه لم يستطع إخراج رأسه، وتم تقديم المساعدة له بهذا الشكل، ثم هرب قبل أن يهاجم هؤلاء الأشخاص. كان هذا الحوت يواجه صعوبة كبيرة جدا في محاولة العودة إلى المياه مرة أخرى، ولكن اجتمع كل هؤلاء الأشخاص وقاموا بمساعدته ودفعه حتى وصل إلى المياه، وتم إنقاذه في وسط سعادة كبيرة. كانت هذه القطة تتعرض لسقوط الأمطار بشدة، وتواجه صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة، حتى تمكنت هذه الفتاة من رعايتها وتقديم المأكولات المناسبة لها. سقط هذا الفيل الصغير في الوحل، وكان غير قادر على الخروج بمفرده، وكان يحتاج إلى مساعدة، ولهذا تم استدعاء حفار لإنقاذه من الموت بهذا الشكل. تعرضت هذه السلحفاة للتعلق في هذه الشجرة، وكانت غير قادرة على العودة إلى المياه لولا مساعدة هذا الرجل الشجاع الذي قام بمساعدتها وإعادتها إلى المياه حيث بيئتها الطبيعية. من الواضح أن هذا العصفور الصغير كان يحتاج إلى رعاية شديدة حتى يستطيع البقاء على قيد الحياة. من المؤكد أن عملية إنقاذ هذه البقرة الثقيلة الوزن كانت واحدة من العمليات الصعبة جدا عند محاولة إخراجها من الوحل، ولكن استطاع هؤلاء الأشخاص القيام بذلك في النهاية. Thank you.
كانت هذه الزرافة تعتقد أن الأوان قد فات وأنها لن تستطيع النجاة مرة أخرى، حتى قام هؤلاء الأشخاص بمساعدتها وفاجأت بهذا الشيء وكانت سعيدة للغاية. خاطر هؤلاء الرجال بحياتهم ودخلوا بين الثلوج بهذا الشكل ليتمكنوا من إنقاذ هذا الحيوان الصغير من الخطر، وبالفعل تم ذلك وتم إنقاذ حياته وتقديم البطاطين له للحصول على الدفء اللازم. كان هذا النسر يعاني من العديد من الأمراض والآلام، وتم تقديم المساعدة له في مركز إعادة التأهيل وإنقاذ حياته بكل رحمة. هذا الحيوان المسكين كان غير قادر على الخروج من المياه، حتى تمكنت مجموعة من الأشخاص من تقديم المساعدة اللازمة له وإنقاذه من المياه بهذا الشكل وتوفير الطعام الذي يحتاجه. هذا الكلب المسكين كان يعاني من العديد من الأمراض بعد تركه في الشارع، لكن هذه الفتاة قامت بتقديم المساعدة له وعلاجه من جميع الأمراض. كان هذا القط المسكين يواجه العديد من الصعوبات في حياته وكان يعاني من آلام خطيرة جدا، ولكن تم تقديم المساعدة له في هذا المنزل وتقديم الرعاية المناسبة حتى تعافى بشكل كامل. على الرغم من ضخامة وخطورة هذا الحيوان، تم تقديم المساعدة له وإنقاذ حياته قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة. حدث هذا الإعصار الخطير في جنوب فلوريدا وكان قد تسبب في مخاطر كبيرة لهذا الدلفين الذي كان غير قادر على العودة إلى المياه، لكن تم تقديم المساعدة له بهذا الشكل. قام أحد الأشخاص بترك حيوانه داخل السيارة، مما تسبب في تعرضه لارتفاع شديد في درجات الحرارة والجفاف، لكن تم تقديم المساعدة المناسبة له من قبل رجال الشرطة وإنقاذ حياته في اللحظة الأخيرة. بهذه الطريقة الإنسانية الرائعة تم تقديم المساعدة لهذا الكينجر الذي كان غير قادر على التحرك بحرية.
كان تيار المياه الشديد على وشك أن يجرف هذا الكلب بعيداً لولا شجاعة هذا الشاب الذي استطاع إنقاذه بهذه الطريقة قبل أن يتعرض للغرق في المياه. قام هذا الشاب بالمخاطرة بحياته باستخدام هذا الحبل للدخول إلى الوحل حتى تمكن من إنقاذ هذا الحيوان المسكين الذي كان غير قادر على الخروج. كان الشخص الذي كان يصور هذا المقطع يعتقد أن هذا الراكون يلعب، ولكن تبين أنه عالق وغير قادر على التنفس بسهولة، ولهذا تم تقديم المساعدة له بهذا الشكل في النهاية. كان هذا الحيوان العملاق عالقاً بين الثلج وغير قادر على التحرك بسهولة، وكان يحتاج إلى المساعدة، ولهذا تم تقديم المساعدة له في الوقت الأخير بهذا الشكل من قبل هؤلاء الشباب الشجعان. حتى أثناء قيام هؤلاء الرجال بمهام صعبة وخطيرة للغاية، كانوا قادرين على تقديم المساعدة إلى هذه الطيور المسكينة الصغيرة. هكذا لم يتردد هذا الرجل في تقديم المساعدة لهذا الكلب، على الرغم من أن الكلب كان يبدو عليه أنه يشعر بالخوف والتوتر بشدة، إلا أن هذا الرجل استطاع إنقاذ حياته في النهاية. في مشهد لا يصدق، استطاع هؤلاء الرجال تقديم المساعدة إلى هذا الحيوان المسكين وإنقاذه من الخطر وتقديم الطعام المناسب له حتى يستعيد صحته مرة أخرى. تعرض هذا الكلب حرفياً للتجمد وكان غير قادر على الحركة حتى تم تقديم المساعدة له من قبل مجموعة من الأطباء البيطريين، وأصبح يعاني من بعض المشاكل في قدمه، لكن في المقابل تم إنقاذ حياته. بعد تعرضها لعاصفة خطيرة، كان هذا الطائر غير قادر على الخروج من هذا المكان، لكن قام هذا الرجل بتقديم المساعدة له لإنقاذ حياته. كانت هذه القطة تصرخ وتطلب النجدة، ومن حسن حظها أنها استطاعت هؤلاء الأشخاص تقديم المساعدة المناسبة لها وإنقاذها على الفور.
الفضول الخاص بالأطفال هو الذي ساعد هؤلاء الأشخاص على معرفة مكان صغير الغزالة، ومن ثم تقديم المساعدة له وإعادته إلى أمه. كانت هذه البقرة الأم تقف مع صغيرها وغير قادرة على تقديم المساعدة له، لكن عندما حاول هؤلاء الأشخاص إنقاذ صغيرها كانت تنتظر الأم دون حتى أن تفكر في الهجوم عليهم. من خلال هذه الفكرة الرائعة كان هؤلاء الرجال قادرين على إخراج هذا الجمل الثقيل من هذه الحفرة وإعادته إلى حياته الطبيعية. مشهد لطيف للغاية، استطاع فيه هذا الرجل إنقاذ حياة هذه البطة الصغيرة. كان هذا الجمل يواجه صعوبة كبيرة جدا في محاولة الخروج مما كان فيه، ولكن المساعدة التي قام هؤلاء الأشخاص بتقديمها له هي التي مكنته من الخروج من داخل هذه الحفرة والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية مرة أخرى. كانت هذه السلحفاة تواجه صعوبة كبيرة جدا في محاولة البقاء على قيد الحياة بسبب هذه الشباك التي كانت عالقة فيها، ولكن تم إنقاذها في النهاية. ما هو أكثر مشهد نال إعجابك اليوم في هذا المقطع؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.